قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن غزوة الأحزاب، أثار الإيمانية والفوائد المستفادة من هذه الغزوة، وكذا غزوة يعني بني قريظة، وكانت الأحزاب في شوال من السنة الخامسة، وبني قريظة في ذي القعدة من السنة الخامسة. ونحن نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن الأحداث التي أعقبت الأحزاب وبني قريظة وسبقت صلح الحديبية، يعني ما بين شوال أو ذي القعدة من السنة الخامسة إلى ذي القعدة من السنة السادسة صلح الحديبية. وهذه الفترة تشتمل على عدة يعني أمور. الأمر الأول قتل أبي رافع بن أبي الحقيق اليهودي، غزوة بني لحيان، سرية نجد وخصة ثمامة بن أثال من بني حنيفة، غزوة المريسيع أو بني المصطلق. وتشتمل يعني على أحداث منها قول عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقصة الأعراب الذي رفع السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني، وقصة الإفك. قتل أبي رافع بن أبي الحقيق، قال ابن القيم رحمه الله: وقد قدمنا أن أبا رافع كان ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي بن أخطب. ورغبت الخزرج في قتله مساواة للأوس في قتل كعب بن الأشرف، فكان الذي قتل كعب بن الأشرف محمد بن مسلمة يعني من الأوس، وكانت الأوس والخزرج يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات، يعني كل قبيلة تسعى يعني في الخير وتسابق غيرها في الخير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستأذنت الخزرج يعني في قتل أبي رافع بن أبي الحقيق أسوى بالأوس عندما قتلوا حيي بن أخطب، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة، وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم والذي قتله، وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي ومسعود بن سنان وخزعي بن أسود. فهذه قصة قتله كما رواه البخاري عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، فأمر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز، كان تاجر من كبار تجار اليهود في الحجاز. فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم، فقال عبد الله بن عتيك لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته، فهو أراد يهم البواب أنه يعني من الذين يعملون في داخل يعني الحصن الذي فيه أبو رافع، فتقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته وقد دخل الناس، فهتف به البواب: يا عبد الله. وطبعا ما يقصد عبد الله بن عتيك، يقصد يعني أي رجل، قال: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. قال: فدخلت فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغلق على ود، ود يعني وتد أو شيء مرتفع. قال: فقمت إلى الأقاليد لها المفاتيح فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده وأراد أن يفتح الباب حتى يتيسر له الهرب يعني بعد أن يقتله، وكان أبو رافع يسمر عنده يعني يسهر يعني عنده أصدقائه أو يسهر مع أهله، وكان في علالي له يعني في مكان مرتفع يعني في يعني غرفة أو بيت مرتفع. فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، فهو يفتح الباب ويغلق
من داخل، لعل بتلبس او شيء من ذلك، يعني حتى يعني اذا وصل اليه يعني يغلق يعني اخر باب فلا يتمكنوا من الوصول يعني اليه حتى يقتلوه. ثم اذا اراد ان يخرج فيفتح بابا بابا حتى ايه يتمكن من الهرب. قال: فجعلت كلما فتحت بابا اغلقت علي من داخل. قلت: ان القوم نذروا بي، يعني احسوا بي، لم يخلصوا الي حتى اقتله. فانتهيت فاذا هو في بيت مظلم، في بيت مظلم وسط عياله، لا ادري اين هو من البيت. فقلت: ابا رافع، اراد ان يعرف يعني يحدد مكانه، فنادى عليه فقال: ابا رافع. قال: من هذا؟ قال: فاهويت نحو الصوت فاضربه ضربه بالسيف وانا دهش، فما اغنيت شيئا. فضرب الضربه الاولى فظن انه يعني لعله جرحه او لم يقتله، وصاح يعني صرخ يعني ابو رافع. قال: فخرجت من البيت. قال: فامكث غير بعيد، ثم دخلت اليه فقلت: ما هذا الصوت يا ابا رافع؟ ولعله غير يعني صوته واراد ان يهمه، انه يريد ان يدافع عنه وان يحميه. فقلت: ما هذا الصوت يا ابا رافع؟ فقال: لامك الويل، ان رجلا بالبيت ضربني قبل بالسيف. قال: فاضربه ضربه اثخلته ولم اقتله. فحدد مكانه وضرب ضربه يعني اقوى اثخلته، قال: ولم اقتله. ثم وضعت ضبيب السيف، فيقول هو الراجح يعني ضبط السيف من حرف السيف في بطني حتى اخذ في ظهره. ف غرز يعني فيه حد السيف حتى وصل إلى يعني عظام ظهره. قال: فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي. يعني لعله نزل وظن هو وصل الى الارض، فكان يبدو لسه هناك يعني سلالم، فوقع فانكسرت ساقه. فعصبتها بعمامه، ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت: لا اخرج الليله حتى اعلم اقتلته. يعني من حرصي على تنفيذ يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اراد الا يخرج حتى يتاكد انه قتله، والا رجع وحاول محاوله ثانيه. فلما صاح الديك يعني وقت الفجر، قام الناعي على السور فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء، فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال لي: أبسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط، فبرأت ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حافظ ما ملخصه: لأبي رافع أخوان مشهوران من أهل خيبر، أحدهما كنانة، وكان زوج صفية بنت حيي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قتل بالخيبر، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني صفية يعني اعتقها وجعل عتقها صدقها، وأخوه ربيع بن أبي الحقيق، وقتلهما النبي صلى الله عليه وسلم جميعا بعد فتح خيبر يعني في السنة السابعة من الهجرة. قوله: وراح الناس بسرحهم، أي رجعوا بيوم وشيم التي ترعى. قوله: ثم علق الأغليق على ود، وهو الوتد، والأغليق جمع غلق، والمراد بها المفاتيح. قوله: فقمت إلى الأخاليد، جمع إخليد وهو المفتاح. قوله: في عللين، له هي غرفة. قوله: نذروا بي، أي علموا، وأصل من الإنذار هو الإعلام بالشيء الذي يحذر منه. وذكر ابن سعد أن الله بن عتيق كان يرطن باليهودية فاستفتح، فقالت له امرأة أبي رافع: من أنت؟ قال: جئت أبا رافع بهدية. ففتحت. قول ضبيب السيف، يقول: وزن رغيف. قال الخطابي: هكذا يروى وما أراه محفوظا، وإنما هو ضبة السيف، وهو حرف حد السيف، ويجمع على ضباط باختصار من فتح الباري. فوائد الآثار الإيمانية في قصة يعني قتل أبي رافع. قال حافظ: في هذا الحديث من الفوائد جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر، وطبعا كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، وقتل من أعان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أو ماله أو لسانه، وجواز التجسس على أهل الحرب وتطلب غرتهم،
ان هو يعني يغير عليهم وهم غرون، يعني في عدم استعداد او لا يبداهم بالايه بالدعوه لانهم بلغتهم الدعوه، والاخذ بالشده في محاربه المشركين وجواز ايهام القول للمصلحه، وتعرض القليل لانه قال جئت ابا رفع بهديه كما في، وطبعا كان هذا واضح اكثر يعني في قصه كعب بن الاشرف لما ذهب محمد بن مسلمة وقال بأن يعني يشتكي من النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا الرجل قد عنانا، فقال له كعب بن أشرف والله لتملنه، فقال إن أمن به فننظر إلى ما ينتهي أمره. وتعرض الخليل من المسلمين للكثير من المشركين، والحكم بالدليل والعلامة استدلال أبي عتيك وعبد الله بن عتيك على أبي رافع بصوته واعتماده على صوت الناعي بموته والله أعلم. فالقصة كذلك تسابق الصحابة الكرام رضي الله عنهم في الخيرات، وهو السباق المشروع بل مأمور به كما قال تعالى في ذلك فليتنافس المتنافسون. الأوس والخزرج يعني كان يتنافسان على الخيرات والتسابق إلى المكرمات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التسابق في الدنيا فهو مذموم كما قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، والتكاثر هو السعي من كل إنسان حتى يكون أكثر من أخيه في أعراض الدنيا. وقد قال بعض السلف إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الدين، وقال بعضهم إذا استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله عز وجل فافعل، وقد قال الله عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وهذا في أمر الدين. أما أمر الدنيا فقال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، والناس يتسابقون إلى الدنيا ولا يمشون حتى في أمر الدين. ففي أمر الآخرة عبر بالتسابق والمصارعة، وفي السعي على المعاش قال فامشوا. غزوة بني دحيان قال ابن إسحاق ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ذا الحجة والمحرم وصفرا وشهري ربيع فبين الأول والثاني، وخرج في جمادة الأولى على رأس ستة أشهر من فتح قريظة، أنها كانت في ذي القعدة من سنة 5، إلى بني لحيان يطلب بأصحاب الرجيع خبيب بن علي وأصحاب الذين يعني قتلوا كان بعد غزوة أحد، وكانت يعني في شوال من السنة الثالثة، وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرة. قال ابن الخيم ثم استخلف على المدينة ابن أم مكتوم ثم أسرع السيرة حتى انتهى إلى بطن عزان واد من أودية بلادهم وهي بين أمج وعسفان حيث كان مصاب أصحابه، فترحم عليهم ودعا لهم، وسمعت بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال فلم يقدروا منهم على أحد، فأقام يومين بأرضهم وبعث السرايا فلم يقدروا عليهم، فصاروا إلى عسفان فبعث 10 فوارس إلى كراع الغميم لتسمع بهم قريش، إظهار لقوة الإسلام. ثم رجع إلى المدينة وكانت غيبته 14 ليلة صلى الله عليه وسلم. الحدث الثاني هو سرية نجد وقصة ثمامة بن أثال. قال ابن القيم ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت بثمامة بن أثال سيد بني حنيف، وكان شاعر وكان أيضا يعني يذم الإسلام ويعرض بالنبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. قال النووي قوله إن تقتل تقتل ذا دم اختلفوا في معنى، فقال خاض عياض في المشارق وأشار إليه في شرح مسلم معناه إن تقتل تقتل صاحب دم لدمه موقع يشتفى بقتله قاتله، ويدرك قاتله به يعني ثأره أي لرياسته وفضيلته. وحذف هذا أنهم يفهمون يعني في عرفهم، لأن العرب يعرفون معنى ذا دم أن له من يطلب بدمه ومن يثأر له، وقال آخر معناه تقتل من عليه دم ومطلوب به ومستحق عليه فلا عدب عليك في قتله. طبعا قول الراجح الأول يعني لأنه قال وإن تريد المال فسل منه يعني ما شئت،
وإن تنعم يعني تعفو عني تنعم على شاكر، أنه يشكر يعني له يعني هذا العفو. وفعلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني عفى عنه وقال أطلقوا تمامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني له نظرة يعني، فلعله رأى فيه يعني ربط في المسجد، رأى المسلمين وهم يصلون، ويعني رأى الخير الذي فيه يعني أهل الإسلام، فلعل هذا لترغيبه في الإسلام. ثم لما أنعم عليه ومن عليه يعني دون فداء، فانقلب بغضه للإسلام ودخول الإسلام إلى حب فدخل الإسلام. يقول وقال آخر معناه تقتل من عليه دم ومطلوب به ومستحق عليه فلا عذب عليك في قتله. ورواه بعضهم في سنن أبي داود وغيره ذا ذم أي ذا ذمام وحرمة في قومه، ومن إذا عقد ذمة وفى بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمامة، أو ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد، فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك. فقال أطلقوا ثمامة، فإن استسلم عفى عنه وأطلقه. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتبر. طبعا كانوا يعتمرون يعني ببقايا من دين إبراهيم، فأمر أن يعتمر طبعا على دين الإسلام. فلما قدم مكة قال له قائل صبوت يعني خرجت عن دين أبائك وأجدادك؟ قال لا والله، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة يعني قم حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فوائد الآثار الإيمانية. قال الحافظ في قصة ثمامة من الفوائد ربط الكافر في المسجد، وهذا يدل أن الكافر ليس نجس عينا، نعم المشركون نجس نجاسة معنوية، وإذا كان نجس نجاسة الكلب لا نزه المسجد يعني عنه. فربطه في المسجد يدل يعني على طهارة عينه. والمن على الأسير الكافر، طبعا قائد الجهاد أو يعني أمير هو له الحق أن ينظر إلى المصلحة، يعني إن من عليه قد يرغبه في الإسلام يعني أو يأخذ منه فداء أو يقتله، فالأمر يرجع إلى أمير الجهاد. يقول والمن على الأسير الكافر وتعظيم أمر العفو على المسيء عن المسيء، لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبا في ساعة واحدة لما أسداه النبي صلى الله عليه وسلم من العفو والمن بغير مقابل، وفيه الاغتسال عند الإسلام، وأن الإحسان يزيل البغضة ويثبت الحب. ولذلك يعني ادفع بالتي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إنسان لو هناك إنسان يعني يضمر له العداوة والبغض ويكيد له، لو أهداه بهدية أو عمله معاملة طيبة فينقلب هذا البغض إلى حب. يقول وأن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير. وفي الملاطفة من يرجى إسلامه من الأسارة، النبي صلى الله عليه وسلم رجى إسلامه ولذلك عفى عنه، بمن يرجى إسلامه من الأسارة إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام، ولا سيما من يتبعه على إسلام العدد الكثير من قومه، أن يكون يعني بإسلامه يعني دخول أناس يعني كثيرون يعني في الإسلام، وفيه بعث السرايا إلى بلاد الكفار وأسر من وجد منهم والتخيير بعد ذلك في قتله أو الإبقاء عليه. يقول أن هذا يرجع إلى أمير الجهاد بما يراه من المصلحة للإسلام وأهله. الحدث الثالث من هذه الأحداث التي كانت بعد بني قريظة وصلح الحديبية غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق. عن محمد بن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ومحمد بن يحيى بن حبان كل قد حدثني ببعض حديث بني المصطلق.
قال أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون له، فأمدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم حتى لقيهم على ما يقال له المريسية، هي غزوة بني المصطلق لأنها كانت مع بني المصطلق، والمريسية لأنها كانت على ما يقال له المريسية من ناحية قديد إلى الساحل، فتزاحمت الناس واقتتلوا فهزم الله بني المصطلق، وقتل الحارث بن أبي ضرار أبا جويرية، وقتل من قتل منهم، ونفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءهم ونساءهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب منهم سبيا كثيرا قسمه بين المسلمين، وكان في من أصاب يومئذ من الناس جويرية بنت أبي ضرار سيدة قومها. قال ابن إسحاق: ثم غزا بني المصطلق من خزاعة في شعبان سنة 6. وروى البخاري عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع فكتب إلي إن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني ما بدأهم بإيه؟ بدعوة، لأن إذا غلب على ظن الإمام يعني أن القوم بلغتهم الدعوة يجوز أن يغير عليهم وهم غرون، يعني دون أن يبدأهم بالدعوة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يعني لما بعث علي بن أبي طالب يعني قال دعوهم يعني إلى الإسلام يعني في فتح خيبر، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا أحب إليك من حمر النعم أو خير لك من حمر النعم، اللي هي الإبل الحمراء. فإذا كان غلب على ظن أن القوم لم تبلغهم دعوة فيبدأ بالدعوة، ولكن إذا غلب على ظن أنهم بلغتهم الدعوة فيجوز أن يغير عليهم وهم غرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غرون، وأنعمهم تسقي على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار رضي الله عنها. حدثني به ابن عمر وكان في ذلك الجيش عن عائشة قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث لثابت بن قيس بن الشماس هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم أو لابن عم له، وكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يعني العبد أو الأمة بيتفق مع سيدي على أن يسدد مبلغ معين ثم يعتق، فهي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعين في كتابتها أنه يعينها على تسديد يعني مالها حتى تصير حرة. قالت: فوالله، تقول عائشة رضي الله عنها: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت، فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف علي، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسي، فجئت أستعينك على كتابتي. قال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابك وأتزوجك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسدد عنها فتصير حرة ثم يتزوجها. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من حبهم وتعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فمجرد أن تزوج جويرية بنت الحارث فأطلق المسلمون ما بأيديهم من الأسارة وقالوا: هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق. تقول: فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. أحداث خطيرة يعني فيها عبر وعظات أثناء هذه الغزوة، من ذلك قول عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قصة الأعراب الذي رفع السيف وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ حديث الإفك، وطبعا نؤجله للدرس المقبل ونكتفي به الحدثين الأول منهما، قول عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة، قال سفيان: مر في جيش فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسعه يعني ضربه على مؤخرته إما بيده أو برجله، فقال الأنصاري: يا للأنصار،
وقال المهاجري يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بل دعوى الجاهلية، مع أن اسم الأنصار واسم المهاجرين أسماء شريفة، الله عز وجل يعني سماهم بهذه الأسماء، وكان الأنصار راية والمهاجرين راية، ولكن لما استعملت هذه الأسماء الاستعمال خاطئ يعني في تفريق المسلمين وفي إيقاع العداوة يعني بينهم، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى الجاهلية. قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، فقال دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال فعلوها، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه في الظاهر منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يعني قتل من ينسب يعني إليه فيكون هذا تنفير عن الإسلام. فذا كان يحتمل غدرات عبد الله بن أبي دفع لهذه المفسدة حتى لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. يقول وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد. قال الحافظ قوله كنا في غزاة، سمى ابن إسحاق هذه الغزوة غزوة بني المصطلق، وكذا وقع عند الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان، وقالوا يرون أن هذه الغزاة غزاة بني المصطلق. قوله فكسع المشهور فيه أنه ضرب الدبر باليد أو الرجل، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عقيل عن الزهري عن عروة بن الزبير وعمر بن ثابت أنهما أخبرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة المليسيع، والتي هدم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مناء الطغية التي كانت بين قفا المشلل وبين البحر، فاقتتل رجلان فاستعدى هنا فاستعدى لعل فاستعدى المهاجري على الأنصاري، فقال حليف الأنصار يا معشر الأنصار، فتداعوا إلى أن حجز أو حجز بينهم، فانكفأ كل منافق إلى عبد الله، فقالوا كنت ترجى وتدفع فصرت لا تضر ولا تنفع. فقال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فذكر القصة بطولها. وعبد الله بن أبي كانت يعني الأوس والخزرج يعني كانوا يجتمعون على تتويجه، وكانوا من الخزرج، والخزرج يعني كانت هي يعني ثلاثة أضعاف يعني عدد الأوس، فكادوا يتوجونه يعني ملكا يعني على المدينة قبل يعني أن تتشرف المدينة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو كان في قلب شيء من الإسلام ومن رسول الإسلام، فكلما وجد يعني فرصة يريد أن يطعن يعني في الإسلام. قولوا يا للأنصار هي الاستغاثة أي أغيثوني، قولوا دعوها فإنها منتنة أي دعوة الجاهلية منة، أي أنها كلمة قبيحة خبيثة. قال ابن عبد البر وبلغ زيد بن أرقم وبلغ زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة عبد الله بن أبي بن سلول، فأنكرها ابن أبي يعني أنكر أن يقول أنه قال هذه الكلمة، فأنزل الله عز وجل يعني في سورة المنافقين فيها إثبات يعني مقالة هذا المنافق يعني هذه الكلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن أرقم وفت أذنك، يعني برت وصدقت. فتبرأ عبد الله بن عبد الله بن أبي من فعل أبيه، كان مؤمنا صادقا، وآتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنت والله العزيز وهو الذليل، للعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، أو قال أنت الأعز وهو الأذل، وإن شئت والله لنخرجنه من المدينة. قال سعد بن عبادة يا رسول الله إن هذا رجل يحمله حسده على النفاق، وسعد بن عبادة سيد الخزرج، فدعه إلى عمله، وقد كاد قومه على أن يتوجوه بالخرز قبل قدومك المدينة ويقدموه على أنفسهم، فهو يرى أنك نزعت ذلك منه، وقد خاب وخسر إن كان يضمر خلاف ما يظهر، وقد أظهر الإيمان فكله إلى ربه. قال عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل أبي، فإن كنت تريد ذلك فمرني بقتله، فوالله إن أمرتني بقتله لأقتلن، وإني أخشى يا رسول الله إن قتله غيري ألا أصبر عن طلب الثأر فأقتل به مسلما فأدخل النار، وقد علمت الأنصار أني من أبر أبنائها بأبيه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له، وقال له بر أباك ولا يرى منك إلا خيرا. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى مدينة من تلك الغزاة، وقف عبد الله بن عبد الله بن أبي لأبيه بالطريق وقال والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدخول، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخوله.
هذا كلام ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير. فوائد الآثار الإيمانية: الأسماء الشريفة إذا قصد بها تفريق المسلمين وتفتيت جماعتهم تصير من دعوة الجهلية وهي منتنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فما أن اسم المهاجرين واسم الأنصار من الأسماء الشريفة التي تدل على شرف أصحابها، وقد سماهم الله عز وجل بهذه الأسماء على سبيل المدح لهم، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. فكان المهاجرين راية في القتال والأنصار راية، إلا أن هذه الأسماء لما استعملت للاستعمال الخاطئ لتفريق المسلمين وإحياء العصبيات الجاهلية أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: دعوها فإنها منتنة. فكذا والله أعلم اسم السلفية وأهل السنة وأنصار السنة إذا تعصب أصحاب هذه الأسماء لها ولم يكن ولاؤهم للمنهج فإن هذا يدخل في الذم المذكور. لا، أسماء تدل على مسمى واحد، فالسلفيون هم أنصار السنة وهم أهل السنة وهم أهل الحديث وهم أهل الأثر. فإذا تعصب كل أصحاب يعني راية لرايتهم من أجل تفريق المسلمين يكون هذا أيضا من دعوة الجاهلية، ويكون ذلك من دعوة الجاهلية. والجماعة المقصودة بحديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة هم الصحابة ومن كان على معتقدهم وفهمهم الكتاب والسنة، ولا يجوز تفريق المسلمين أصحاب المنهج الصحيح بحسب الرايات والأسماء التي يعملون تحتها. وعلى كل مسلم مخلص أن يسعى لتآلف المسلمين وجمعهم على الفهم الصحيح والعقيدة الصحيحة. في هذه القصة بيان عزة الإيمان، وأن الكافر ذليل والمنافق ذليل، وكيف أن العزة لله جميعا، ولا تطلب هذه العزة إلا بطاعة الله عز وجل، كما قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولا أذل لعبد الله بن أبي رأس النفاق نفاق من وقوف ولديه له عدم سماحه بدخول المدينة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبان بذلك من العزيز ومن الذليل. هذه القصة كذلك بيان أن المشروع أن يدفع بالمفسدة الصغرى المفسدة الكبرى. فادعاء الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه ممن يظهر الإسلام لا شك مفسدة عظيمة، فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم دسائس وغدرات ابن أبي وهي مفاسد دفعا لهذه المفسدة والله أعلم. هذه القصة كذلك شرف النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على أذى المنافقين وهو أشرف النبيين وإمام المرسلين، ولو أمر عبد الله بن عبد الله ابن أبي بقتل أبيه لفعل، وابتغى بذلك رضا الله عز وجل ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال له: بر أباك، فصلى الله عليه وسلم تسليما. ثم هو صلى الله عليه وسلم لم يكن لينتقم لنفسه ولا ليغضب لنفسه، بل يغضب لله عز وجل. ولا شك أن ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء واستهزاء وصبره على ذلك من أسباب رفعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلو درجته، زاده الله عز وجل تشريفا وتكريما، وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. الحدث الثاني في غزوة المريسيع أو بين المصطلق، قصة الأعرابي الذي رفع السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد، فلما أدركنا القائلة وهو واد كثير الأعضاء يعني الشجر، فنزل تحت شجره واستظل بها فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبينما نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا فإذا عربي قاعد بين يديه، فقال: إن هذا أتاني وأنا نائم فاختلط سيفي، فاستيقظت وقائم على رأسي مختلط سيفا صلطا، قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله، فشمه ثم قعد، فهو هذا. قال ولم يعقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفوائد والآثار الإيمانية في هذه القصة: تصديق لقول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس، أن الله عز وجل عصم نبيهم من أن يقتلوا أحد من الناس، وقد سبق يعني ذلك قصص كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، منها قصة أبي جهل لما أراد أن يطأ على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم فوجد خندقة من النار ووجد يعني أجنحة فصار يتراجع يعني إلى الوراء، من ذلك قصة سراقة ابن مالك بن جعشم في قصة الهجرة، نزول جبريل وميكائيل يدافعان عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقد فر الصحابة تجاه الجبل، قصة إجلاء بني النضير لما أرادوا إلقاء صخرة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو بن جحاش أنا لذلك، فأتى الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فعاد إلى المدينة وحاصر بني النضير وأجلاهم، قصة الشاه المسمومة
التي يعني هديت للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، وقال إن هذا الذراع أو هذا العظم يخبرني أنه مسموم. وفي قوة إيمان النبي صلى الله عليه وسلم ورباطة جأشه وثقته بربه، فكم من إنسان يتحقق صدق وعد الله عز وجل إلى أنه في المواقف الحرجة تتزعزع هذه الثقة ويدخله الشك والخوف. وفيها ما جعل ما جبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق العالية وعفوه عن الجاهلين وعدم الانتصار لنفسه والغضب لها. وعلى ذلك ينبغي أن يتربى الدعاء إلى الله عز وجل، فإنه قدوتهم ومثلهم الأعلى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ليبقى من أحداث يعني غزوة المريسية عبان مصطلق قصة الإفك، أتكلم عنها في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.